نحن جايين على المظاهرة مشان نطالب بأخونا علي مبيض بسجون حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، ونطالب بكل المعتقلين اللي عندهم يعني ايش افرقوا عن النظام. من تم نطلع مظاهرة نهار ونهارين وثلاثة يحبسونا، ما عنا مشكلة، نحن طلعنا لنموت وما في مشكلة، ما متنا هلا نموت بكرة يعتقلونا وما لنا سائلين، طول ما الله معنا ما لنا خايفين منهم. لما كان صيب معركة كان علي يفتح صدره ويزرع المعارك قتله، وكل قتله بتشهد له، انا هذا الحكي مو من عندي انا اخذه، كل قتله بتشهد له، شوفوا شد منصاب وكل هالشيء وانت عم تضحكوا، اشو تهمته ما عم نعرف، اشو هو بدكم اياه منه ما عم نعرف، اشو اللي عملوا علم ما يتفهمونا، ليش ما عم بتفرجونا اياه، اشو تهمته؟